سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين، أما بعد. تفضل يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف حفظه الله نفعنا الله به وبكم سيدي آمين، نظرية الفيض. ماهية الفيض؟ تعددت أقوال الفلاسفة في التعبير عن ماهية الفيض، ولقد عبرت عنه الأفلاطونية المحدثة بتشبيهات وتخيلات أقرب إلى الشعر منها إلى الواقع ونفس الأمر. يقول أفلاطين: إن تفكير الله في نفسه وكماله نشأ عنه فيض، وهذا الفيض صار هو العالم. وكما يبعث اللهب ضوءاً والشمس نوراً والنار حرارة والنبع ماءً والثلج برداً والزهر عرماً، عرماً، كذلك صدر من الله تعالى شعاع كان هو العالم. إذن كلام الشيخ في البداية هنا يدل على أنه التعبير عن نظرية الفيض يقابل مشكلة في تصور هذه النظرية. فالكلام الذي قالوه عن نظرية الفيض ليس محددا تحديدا منطقيا بحيث تستطيع أن تفهمه فهما كاملا، ولكنهم يعبرون عن نظرية الفيض بتخيلات وبتشبيهات أو بطريقة شعرية كما يقول الشيخ. طيب، لما نتأمل أيضا في كلمة أفلوطين، وأفلوطين ليس هو أفلاطون بالمناسبة، لما نتأمل في كلمة أفلوطين سنجد أن الفيض ليس هو الخلق، يعني العلاقة بين الضوء واللهب أو الشمس والنور والنار والحرارة هي علاقة يعني علة بمعلول، أو علاقة فيها توافق وتلازم وعدم انفصال. فلذلك الفيض ليس هو الخلق، الفيض ليس هو الخلق، بل هو أمر ملازم، أمر ملازم لله سبحانه وتعالى. يعني العالم إذا شبهنا العالم بأنه النور، وشبهنا الله بالشمس، فهما متلازمان، لا شمس بلا نور ولا نور بلا شمس. لذلك سينتج عن هذه المسألة القول بقدم العالم. نعم، فإذا الفيض كما يقول هنا الشيخ نشأ عن ماذا؟ عن تفكير الله في كماله. طيب، ولقد انتقلت هذه النظرية الأفلاطونية المحدثة إلى العالم الإسلامي. لأنك لو قلت الأفلاطونية تبقى حاجة تانية، يعني هو احنا قلنا في فرق بين أفلاطون وأفلوطين، هذه نظرية أفلوطينية. نعم، ماشي. ولقد انتقلت هذه النظرية الأفلوطينية المحدثة إلى العالم الإسلامي، وحاول الفارابي صياغة هذه النظرية على نحو عقلي مقبول في مجال محاولته التوفيق بين الفكر اليوناني الوافد في ثوبه الأفلوطيني المحدث
وبين المفاهيم الدينية الإسلامية. كما هي ولا عادة الفلاسفة، كما هي عادة الفلاسفة. يعني الفلاسفة الإسلاميين كان شغلهم الشاغل هو كيفية التوفيق بين الأفكار الفلسفية والمفاهيم الدينية. هذه فكرتهم منذ اشتغلوا بالفلسفة. طيب طيب يا مولانا تفضل. ولكنها فضلا عن ضعفها وصعوبة تسويغها عقليا أدت إلى نتائج سيئة في البيئة الإسلامية، وأساءت إلى الفلاسفة الذين تورطوا في قبولها، ومنهم الفارابي وابن سينا، إذ كانت من أشد نقاط الضعف التي أخذها الغزالي عليهم في التهافت. واعترف ابن رشد في تهافت التهافت بصحة نقده في هذا الصدد، وإن أخذ عليه عدم الإنصاف في عرض المحاسن والمساوئ كما يقتضيه النقد النزيه. طيب إذن فهمنا الآن أن نظرية الفيض هذه بهذا المعنى المذكور الذي قالت به الأفلوطينية المحدثة، والأفلوطينية المحدثة هي مدرسة تابعة ل مدرسة تابعة لأفلاطون، لكنها محدثة، يعني جاءت بعده، يعني جاءت بعده. يتفقون مع أفلاطون في أمور، وانفردوا عنه بأمور. الأفلوطينية المحدثة كما يعني يذكرها المؤرخون لتاريخ الفلسفة، بيقولوا إن هي فلسفة أفلاطون مزجت ببعض التعاليم الروحية المأخوذة من الديانات المصرية واليهودية القديمة. فهي إما أنها فلسفة حاولت أن تتدين، الأفلوطينية المحدثة يعني، إما أنها فلسفة حاولت أن تتدين بأديان مختلفة بخليط من الأديان، أو أديان حاولت أن تتفلسف. فظهر لنا هذا الشيء اللي اسمه الإيه؟ الأفلوطينية المحدثة، واللي كان أبرز أساتذتها والمنظرين لها أفلوطين، الذي سميت باسمه هذه المدرسة. طيب، الذي نفهمه الآن من كلام الشيخ إنه هذه الأفكار الأفلوطينية المحدثة تأثر بها الفارابي وابن سينا. الغزالي كما هو معلوم ألف مقاصد الفلاسفة أولا، والذي دون فيه خلاصة علوم الفلاسفة، والذي قبل أن يدونه قعد يقرأ في الفلسفة كما ذكر 3 سنوات تقريبا حتى يحصل مقاصدهم من كلامهم. ثم بعد ما دون مقاصد الفلاسفة وانتشر بين الناس أنه ملم بكلام الفلاسفة وصور مذاهب الفلاسفة كما هي في نفسها، بعد ذلك ألف تهافت الفلاسفة الذي رد عليه ابن رشد في كتابه تهافت التهافت. في تهافت الفلاسفة ماذا فعل الغزالي؟ كان ممن انتقده على الفلاسفة الإسلاميين هو هذا القول، أو ذهاب بعضهم إلى تبني هذه النظرية، نظرية الفيض. طيب طبعا الكلام ده ما عجبش ابن رشد، فيعني قال له يعني نقدك صحيح، ولكن كان ينبغي إنك تعرض محاسن ومساوئ هذه النظرية. طيب تفضل. قال: ويوضح الفارابي الفيض على النحو التالي: ومتى وجد الأول الوجود،
لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات الطبيعية التي ليست إلى اختيار الإنسان على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد بالحس وبعضه معلوم بالبرهان، ووجود ما يوجد عنه على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر، وعلى أن وجوده غير فائض عن وجوده، فعلى هذه الجهة يكون وجود الشيء الآخر غير فائض عن وجوده. يعني غير فائض عن وجوده، يعني ليس نفسه بل شيء آخر، وإن كان معلولا له أو مأخوذا عنه أو ملازما له. فعلى هذه الجهة يكون وجود ما يوجد عنه ليس سببا له بوجه من الوجوه، لا على أنه غاية لوجوده، ولا على أنه يفيده كمالا كما يكون ذلك في جل الأشياء التي تكون منا. وعند كلام مين ده؟ ده كلام الفارابي. طبعا يعني الكلام الأخير هذا ترقيع الفارابي، خد بالك، هذا ترقيع الفارابي للنظرية. يعني هو بيقول إنه ما سيوجد منه من المبدأ الأول أو من الله سبحانه وتعالى ليس سببا له بوجه من الوجوه، لا على أنه غاية لوجوده، ولا على أنه يفيده كمالا. يعني عايز يقول إنه الله بغير ما فاض عنه متكمل بذاته، لا يفيده شيء كمالا. طيب هل أفلوطين قال كده؟ هل نجد هذا في عبارات أفلوطين؟ هل يمكن أن توجد الشمس أو تسمى الشمس شمسا بلا نور، والنار نارا بلا حرارة، خاصة على مذهب الفلاسفة الذي يذهب بأن هذه الأشياء لها ماهيات وفيها قوة ذاتية؟ إذن أعتقد أن هذه العبارات الأخيرة هي شرح من الفارابي وأسلمه من الفارابي لنظرية الفيض، أو محاولة لأسلمة نظرية الفيض. تفضل. والفيض فعل ضروري ناشئ عن طبيعة المبدأ الأول، فكما لا تملك الشمس حجب ضيائها، لا يمكن الحق الواجب الوجود إلا أن يفيض، ولكنه فيض ضروري وإرادي في الوقت نفسه. يعني إذا كان لا يملك إلا أن يفيض، يعني إذا لابد أن يفيض، ثم إن هذا الفيض كما يقولون بإرادته. كيف يجتمعان، أو كيف جمعوا بين الأمرين المتناقضين هذين؟ أمر عجيب طبعا. يعني أنا شخصيا لا أتصور كيف لا يمكن إلا أن يفيض، هذا معناه عدم وجود إرادة، مع كون هذا الفيض بإرادة منه. فكأن هذا العالم كما يراه القائلون بالفيض صدر عن الله وفاض به الله سبحانه وتعالى من عين الجود والرحمة، كما يعبرون في بعض المواقف الأخرى. فمن عين الجود والرحمة نشأ هذا العالم عن الله سبحانه وتعالى، فهو لا يملك إلا أن يكون جوادا، لا يملك إلا أن يكون رحيما، وبالتالي كان لابد أن يفيض هذا العالم. طيب، فهذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته تعالى، وهي مقتضى ذاته،
فهي غير منافية له، وكل ما كان غير مناف وكان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فاعله فهو مراده بأنه مناسب له ولأنه عاشق ذاته، فهي إذا كلها. طبعا المتكلمين لما قرأوا هذا الكلام لم يتصوروا هذا الكلام، وإنما قالوا، أقصد لم يتصوروا كيف يصدر هذا الكلام وكيف يستقيم، يعني هم طبعا تصوروه وفهموه جيدا، لكن لم يعرفوا كيف يستقيم هذا الكلام، لأنه القول بأن العالم صدر عن الله معناها عدم وجود إرادة، وإحنا دايما لما بندرس صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى دايما بنقول إن الإرادة منافية للصدور، الإرادة دائما منافية للصدور، فالله مريد إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل سبحانه وتعالى. لكن الإخوة دول بيقول لا، العالم صدر عن الله، يعني هو لا يملك إلا أن يخلق، فلا بد بما إنه اسمه الخالق لا بد أن يخلق، زي بالضبط كده إيه مكنة الطباعة، طالما هي مكنة وبتطبع يبقى لازم هتطبع، ما تقدرش ما تطبعش. فتصوروا الله سبحانه وتعالى كأنه آلة للخلق أو آلة للرزق أو آلة للرحمة أو آلة لكذا، وفي هذا منافاة للإرادة. ثم قال هنا كلام عجيب، قال وكان مع ذلك بعلم الفاعل، يعني لما تيجي تقول له هذا الكلام منافي للإرادة يقول لك لا، طالما بعلمه إذن الإرادة موجودة، فكأنه اعتبر أن مجرد العلم أو وجود العلم من الفاعل ينفي نفي الإرادة عنه. ومعلوم زي ما احنا درسنا إن العلم شيء والإرادة شيء، وإن العلة الأولى أو الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن يتصف بالعلم ولا بد أن يتصف بالإرادة، فتفسير الإرادة بالعلم ينفي الإرادة، يعني هم فسروا الإرادة الآن بالعلم، فطالما أنه يعلم ما هو فاعله فإذن فهو مراده، فكأن كل ما وقع في علمه أراده، كأن كل ما وقع في علمه أراده. طيب هل إحنا درسنا كده؟ لا، إحنا درسنا العكس، إحنا درسنا إن كل ما أراده كان في علمه، لأن العلم سابق، العلم سابق على الإرادة، فكل ما هو كائن واقع أراده سبحانه وتعالى، وقبل أن يريده كان واقعا في علمه. هل كل ما في علمه أراده أو وقع بالفعل؟ لا، ليس كل ما وقع في علم الله سبحانه وتعالى أراد وجوده الخارجي، يعني واضح يا مشايخ، لكن كل ما أراده كان في علمه. واضح الفرق بين الاثنين يا إخوانا؟ طيب هنا ماذا يقول؟ وكان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فاعله فهو مراده، فهو مراده، يعني كل ما يقع في علمه يكون مرادا له، لا يلزم عند المتكلمين طبعا، لا يلزم هذا الكلام، بل قد يقع الشيء في علمه سبحانه وتعالى ثم لا يريده عز وجل، أو لا يظهر إلى الوجود إلا في وقت آخر أراده الله سبحانه وتعالى. فالله مثلا أراد أن ينصر المرسلين
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، الله أراد ذلك، والله علم أن المرسلين سينتصرون، لكن متى يقع هذا النصر؟ في وقت دون وقت، حسب الحكمة، حسب الحكمة. فقد يريد الله أن ينصر المرسلين، لكن ينهزم المسلمون في غزوة أحد. فالعلم ليس هو الإرادة، وليس كل ما يقع وليس كل ما في العلم يريده الله عز وجل، بل العكس هو الصحيح، وهو أنه كل ما وقع، كل ما برز إلى الوجود، كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كان في علمه. لأنه مثلا في علم الله إنه فلان إن لم يكن ذكرا سيكون أنثى وستفعل كذا وكذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟ لكن الإرادة خصصته بالذكورة دون الأنوثة، فلما صار ذكرا فعل كذا وكذا وكذا وكذا. هل نستطيع أن نقول إنه الله لا يعلم لو كان فلان أنثى، هل نستطيع أن نقول لو كان فلان أنثى لا يعلم الله ماذا سيفعل؟ لا، يعلم. لو خلق فلان أنثى لعلم الله تعالى ما سيفعل، لكن الإرادة خصصته بماذا؟ بالذكورة دون الأنوثة. فإذا وقع في علم الله أن فلان لو كان ذكرا لفعل كذا ولو كان أنثى لفعل كذا، إذن العلم موجود، كلاهما وقع في علم الله، لكن هل كلاهما أراده الله؟ لا. أكمل يا مولانا. ولأنه عاشق ذاته فهو كلها مرادة، فهي كلها مرادة لأجل ذاته، فتكون الغاية في فعله ذاته، وكونها مرادة له ليس هو لأجل غرض بل لأجل ذاته، إذ الغرض ما لا يكون إلا مع الشوق، فإنه يقال لم يتم طلب هذا، فإنه يقال لما يتم طلب هذا، فيقال لأنه اشتهاه، وحيث لا يكون. شوف شوف، من هنا بقى تفهم ليه المعتزلة، خد بالك معايا، المعتزلة في الكثير من آرائهم كانت رد فعل على مقولات الفلاسفة، وعلم الكلام بالأساس من ضمن أسباب نشأته اطلاع الناس على كتب الفلسفة ومحاولة علماء الكلام رد الناس إلى نصوص القرآن والسنة. لاحظ هنا إن هو بيقول هنا إن ما صدر عن الله صدر لأن فيه إيه؟ كان لله فيه شهوة، ففسروا الإرادة بماذا؟ بالشهوة. تيجي بقى حضرتك تقول ليه المعتزلة عطلوا صفة الإرادة؟ قالوا الله مريد لكن ليس له إرادة، كما تعرفون يعني مذهب المعتزلة في الصفات. قال لك لأن الإرادة تعني وجود الشهوة، وهذا المعنى منفي عن الله، فإحنا نعمل إيه بقى؟ نقول لا، الله ليس له إرادة. شوف، لاحظ لاحظ، يقول لك هنا إيه؟ بل لأجل ذاته، إذ الغرض ما لا يكون إلا مع الشهوة. طيب لما يتم طلب هذا؟ لأنه اشتهاه، لأنه اشتهاه. فكأنهم فسروا مراد الله عز وجل حين فاض وصدر عنه هذا العالم بأنه اشتهى ذلك، ففسروا الإرادة بماذا يا مولانا الكريم؟ شهوة. بالشهوة. شهوة.
يجي المعتزلة يقولوا لا، طالما الشهوة تدخل في معنى الإرادة فإحنا ننفي الإرادة، لأن الإرادة من معانيها الشهوة، فيعطلوا صفة الإرادة. يجي أهل السنة يقولوا لا، سنثبت لله عز وجل الإرادة على معنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما أثبته لنفسه. شوفوا السلسلة ماشية إزاي، واضح يا إخوانا؟ تفضل. قال: وحيث لا يكون الشوق لا يكون الغرض، وأيضا الغرض هو السبب في أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن، ولا يجوز أن يكون الوجود بذاته الذي هو تام على أمر يجعله على صفة لم يكن عليها، فإنه يكون ناقصا من تلك الجهة. إن طيب، هو هنا ماذا يقول؟ وأيضا الغرض هو السبب في أن يصير الفاعل فاعل، يعني بدون وجود غرض أو فعل لا يصير الفاعل فاعل. يعني كأنه يريد أن يقول إيه؟ إنه لا يصير الخالق خالقا إلا إن خلق، صح كده؟ لا يصير الخالق خالقا إلا إن خلق، ولا يصير الرازق رازقا إلا إن رزق. يجي أهل السنة يقول لك لا، له الخالقية ولا مخلوق. هنا ماذا يقول؟ يقول الغرض هو السبب في أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن. فإذا لم يكن هناك غرض لا يصير الفاعل فاعلا، يكون معطلا عن الفعل، غير موصوف بالفعل، ولا يجوز. طبعا هذا المعنى زي ما قلنا معنى فاسد عند المتكلمين عند أهل السنة. ولا يجوز أن يكون الواجب الوجود بذاته الذي هو تام على أمر يجعله على صفة لم يكن عليها. يعني لازم، طالما وصفناه بأنه فاعل يبقى لازم يكون فاعل على طول، يعني ما ينفعش يتجدد له الفعل، لا هو فاعل هو خالق، ما ينفعش يتعطل عن الخلق. شوف بيقول ايه، شوف العبارة بتاعته ماذا يقول، ده كلام الفارابي خد بالك. يقول: ولا يجوز أن يكون الواجب الوجود بذاته الذي هو تام كامل على أمر يجعله، لا يجوز أن يكون على صفة يعني، أو على حالة، بحيث على صفة لم يكن عليها، لأنه إذا كان ذلك يكون ناقصا، يعني إذا لم يكن خالقا كان ناقصا، فلا بد أن يخلق بالفعل، لا بد أن يكون خالقا بالفعل. طيب، إذا كان لابد أن يكون خالقا بالفعل باستمرار، فكيف تفسر هذا؟ يقول لك الفيض، هي نظرية الفيض التي تفسر كونه موصوف بالخلق دائما، لم يتوقف عن الخلق لحظة، لم يتوقف عن الخلق لحظة، وإلا كان ناقصا. يجي أهل السنة يحلوا المشكلة دي إزاي يا شيخ محمود بقى؟ يقول الله جل جلاله عند السادة الأشاعرة سيدي، يقول الله جل جلاله خالق بمعنى أنه سيخلق، أما السادة الماتريدية يقولون أنه خالق منذ الأزل لكن لوقته. أحسنت، له الخالقية ولا مخلوق، أو خالق بالقوة وخالق بالفعل على توفيق الغزالي، يعني موصوف بالخلق وإن لم يخلق، باعتبار إنه فيه عنده القدرة على الخلق، ثم إذا خلق يصير خالقا بالفعل، زي السيف في الغمد يسمى قاطعا، وعندما يقتل أو يقطع يكون أيضا إيه؟ يكون قاطعا. طيب، شوف هنا ماذا يقول أيضا، يقول: ولا يجوز أن يكون الواجب الوجود بذاته الذي هو تام على أمر يجعله على صفة لم يكن عليها. الكلام ده بقى مين اللي خده؟
وعدل عليه شوية، كلام الفارابي ده أو ما يشبهه من كلام الفلاسفة. مين اللي خد وعدل عليه شوية واقتنع بفكرة إنه الله لابد أن يكون فاعلا أبدا لا يتعطل عن الفعل؟ ابن تيمية. ابن تيمية. أحسنت، ابن تيمية، لأنه اعتبر إنه تعطل الله عز وجل عن الفعل نقص برضه، نفس الإيه؟ نفس التعليل. يعتبر إن تعطل الله عن الفعل في وقت من الأوقات نقص، فخرج منها إزاي؟ حلها إزاي ابن تيمية؟ قال بالإيه؟ بحوادث لا أول لها، لأنه هذا الكلام سيلزم عنه على قول الفلاسفة اقتدام العالم، وابن تيمية يعرف نصوص القرآن والسنة كويس أوي، فلا يمكن أن يقول بقدم العالم صراحة، لكن هيلف لفة ويقول كلام يلزم عنه القول بقدم العالم برضه، يقول كلام متناقض، يقول لك إيه العالم إيه حادث قديم بالنوع حادث بالآحاد. نعم، فشوف أصل البلاء جه منين يا سيدي الكريم، كما يقول المقريزي لما ترجمت كتب الفلسفة تحدث عن الفرق الإسلامية، وقال وما منهم من أحد إلا نظر في كتب الفلسفة وأخذ منها ما وقع عليه اختياره. فهو ترجمة كتب الفلسفة هذه هي التي جعلت العلماء المتكلمين وأهل الإسلام يدخلون في نفق من إثبات معاني ونفي معاني لها مرادات خاصة عند أصحابها. فلما تكون الإرادة بمعنى الشهوة، يظهر لك بعض الناس يقول لك خلاص إذا ننفي الإرادة، لأن الله لا يجوز أن يكون مشتهيا. ثم يعود أهل السنة إلى يعيد أهل السنة الأمور إلى نصابها، وبعدين يضبط الأمر، وبعدين يقول لك الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون متعطلا عن الفعل. يجي بعد كده ابن تيمية ويقرأ هذا الكلام ويقع في قلبه. طيب الصحابة هل حصل معهم هذا الكلام؟ لا، كانوا بياخدوا الأمور كما هي بكل بساطة من غير خوض في التفاصيل. لذلك تتفهمون حضراتكم بعد اللخبطة دي كلها والأخذ والرد وتضييع الوقت في هذه الأمور، تفهموا حضراتكم ليه العلماء حرموا النظر في كتب الفلسفة. إمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره تجدونه يحرم النظر في كتب الفلسفة، وتحريمه للنظر في كتب الفلسفة هو تحريم لغير العلماء أو لغير المشتغلين بهذه العلوم، وإلا هو فرض كفاية بعد انتشار البلاء. لكن اللي هيقرأ هذا الكلام وهو غير متأهل له، هبص تلاقيه دخل في أنفاق، يعني كأن عندك بالضبط ورقة أنت كتبت عليها خلاص، كتبت عليها خلاص، فأنت عايز بقى الآن تكتب على هذه الورقة شيء آخر، اللي هو ما جاء بالقرآن والسنة بمنظومته بمفاهيمه بمقاصده بمصطلحاته بعالمه الخاص. فأنت هتضطر تعمل إيه؟ أولا تمسح اللي مكتوب عشان تكتب من أول وجديد. ثانيا لما هتيجي تكتب زي ما بتعمل بالظبط كده على الورقة، هبص تلاقي فيه إيه؟ فيه نقطة ما اتمسحتش كويس، فتيجي تقرأ الكلمة تقرأها غلط، فهتلاقي مهما عملت في أثر من القديم، مهما عملت هناك أثر من الإيه؟ من القديم، غير لما الواحد تأتيه الأمور كده إيه على صفحة بيضاء. ودي ميزة من ميزات جيل الصحابة، لذلك كانت عقيدتهم صافية ما فيهاش خدش. الخدش حصل فين؟ الأجيال التالية. إن جوهر العلاقة بين الواجب والممكن ليست علاقة إنجاب وخلق، بل هي علاقة علم وإدراك فحسب. وتلك روح فلسفة أكثر
روح فلسفية، فلسفية. وتلك روح فلسفية أكثر منها دينية، وهي لاحظ مزيج هنا الايه، يعني علاقة الله بالعالم، هل هي علاقة علم بس، ولا علاقة علم وإرادة وقدرة وسمع وبصر؟ أليس كذلك؟ فهو اختزل العلاقة بين الله والعالم في العلم، ما علمه وقع، فاض عنه، صدر عنه. طيب هل الدين بيقول كده؟ الدين ما بيقولش كده، هذا تفلسف أو هذه روح فلسفية، يعني ده تفكير عقلي محض لا علاقة له بنصوص الدين. ماشي. وهي مزيج من الأرسطية ومن الأفلاطو ومن الأفلوطينية المحدثة، إن وجود الأشياء عنه لا عن جهة قصد منه يشبه قصودنا، وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالما بذاته وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه، فإذا علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه، وعلمه للأشياء ليس بعلم زمانه. شوف شوف هنا، لاحظ ايه، علمه علة للوجود. لاحظ هنا انه مفيش توسط للقدرة والإرادة. واضح الكلام يا مشايخ؟ نعم مفيش شيخ. توسط للقدرة والإيه والإرادة. ما وقع في علمه وقع، ما يعني ما دخل في علمه وقع، مفيش توسط للقدرة ولا الإرادة. ماشي. وهو علة لوجود جميع الأشياء، بمعنى أنه يعطيها الوجود الأبدي ويدفع عنها العدم مطلقا، لا بمعنى أنه يعطيها وجودا مجددا بعد كونها معدومة. لا دي كانت موجودة، عشان كده احنا قلنا هذه النظرية يلزم عنها ايه؟ القول بقدم العالم. شوف يقول: وهو علة لوجود جميع الأشياء. شوف العلاقة بقى إذن بين الله والعالم، هي علاقة العلة والمعلول، علاقة العلة والمعلول. وأنتم تعلمون جيدا إنه العلة والمعلول متلازمان، كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما وجد المعلول وجدت العلة. عندنا نار وعندنا حرارة، الحرارة معلول للنار، لا تتصور النار بلا حرارة ولا الحرارة بلا نار. واضح يا إخوانا؟ فالعلاقة بين الله والعالم هكذا، عشان كده العالم عندهم قديم. هو صرح هنا: لا بمعنى أنه يعطيها وجودا مجددا بعد كونها معدومة، لا هو موجود أصلا. ماشي. قال لا بمعنى أنه يعطيها يعني وجودا كأن مجددا. الله، يعني كأن الله والعالم متلازمان لا ينفصلان، أو شيئا واحدا. ماشي. لا بمعنى أنه يعطيها وجودا مجددا بعد كونها معدومة. وبالجملة فإن خصائص هذا الفيض هي: أولا، أنه فعل ضروري ناشئ عن طبيعة المبدأ الأول، ليس فيه قصد ولا اختيار يشبه قصدنا واختيارنا. ده تلخيص الشيخ، ده تلخيص الشيخ للنظرية. طيب لاحظ هنا بيقول فعل ضروري ناشئ عن ماذا؟ قال طبيعي، ما قالش عن قدرة، ما قالش عن قدرة وإرادة. قدرة وإرادة معناها في اختيار، لكن عن طبيعة، زي ما قلنا آلة مكنة لا يستطيع إلا أن يخلق، لا وجود للقصد والاختيار. أو إذا كان، إذا أثبتوا له قصد واختيار، فهو قصد واختيار يفرغ القصد والاختيار من معناه ويجعله هو العلم. واضح يا مشايخ؟
ماشي. اثنين، وأن الله لا يحتاج في فيض العالم وصدوره عنه إلى شيء خارج عن ذاته، ولا إلى عرض يطرأ عليها، ولا يا إلى سلام، حركة. شوف ماذا يقول: لا يحتاج إلى شيء خارج عن ذاته. يعني كأن هذا العالم زي ما قلنا إيه، هو الله جزء شيء واحد، يعني كأن العالم جزء من الله. لا يحتاج في فيض العالم مصدر إلى شيء خارج عن ذاته، ولا إلى عرض يطرأ عليها، ولا إلى حركة يستفيد بها كمالا، ولا آلة تتوسط بينه وبين العالم، بل العالم صدر عنه بذاته ولذاته. لذلك بعد ذلك هبصت بقى نظريات وحدة الوجود ظهر، التي تعتبر أن العالم جزء من الله، وأن الله هو العالم، وهكذا. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، وأن علاقته سبحانه بالعالم هي علاقة علم ووعي أكثر منها علاقة فعل وخلق، كما تقرره الأديان السماوية. ماذا قررت الأديان السماوية؟ أن العلاقة بين الله والعالم هي علاقة فعل وخلق وتدبير وتصرف تام، صحيح؟ طيب، العلاقة بين الله والعالم في نظرية الفيض هي علاقة علم، علم فقط، واضح يا إخوانا؟ واضح يا مشايخ؟ نعم سيدي، جزاكم الله خيرا. طيب، عايز حضراتكم، يعني سأعطيكم تكليف، عايز حضراتكم تقرأوا عن الأفلوطينية المحدثة. الأفلوطينية المحدثة، ماشي؟ نعم سيدي، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.